تمام. زي ما احنا شايفين دي الواجهه الرئيسيه الخاصه بتكون بالموقع. طبعا احنا بنصمم الموقع للمدرسه، كل مدرسه بالوان خاصه بيها وصور خاصه بيها. زي ما احنا شايفين ده تعبير عن رؤيه المدرسه ورسالتها. بعد كده هنا بيستطيع الشخص مثلا التسجيل في نموذج تسجيل الكتروني. ايضا رسوم التسجيل، توضيح رسوم التسجيل والتسجيل المبكر وكل حاجه من دول نقدر نخش عليها ونشوف التفاصيل بتاعتها. يعني شفنا مثلا خصم التسجيل المبكر، خصم التسجيل المبكر لو دخلنا هيدينا التفاصيل ولنا ايه هو خصم التسجيل المبكر، وايضا يقول لنا التسجيل في روضه والتسجيل في التمهيدي. هنا بيقول لنا اهو ده خصم التسجيل المبكر، مقدار الخصم 5% للاستحقاق عند السجل المبكر، ويبين بيانات التواصل مع المدرسه، وبيقول ايه اهميه ان الدفع المبكر في الرسوم المدرسيه يساعد على انجاز العمل وينظم عمليه استغلال الاقساط المدرسيه وتشجيعا لهذا التوجه. فقد حصلت المؤسسه على منح البديلين بالتزيد في الوقت المناسب خصما مقداره 5%. ويقدر يخش من هنا الصفحه اللي قبلها او الصفحه اللي بعدها الخاصه بموضوع التسجيل. لو احنا جينا على الرئيسيه سريعا هنلاقي هنا زي ما احنا كنا بنتصفح الموقع. بعد كده عندنا الاداره، الكلام عن الاداره هنا وماذا يقول الاباء عنا، برضه شهادات بعض اولياء الامور. الجزء المهم جدا اللي هو الخاص بجدول الحصص، جدول الحصص التفاعلي زي ما احنا شايفين كده. وحتى هنا يقدر يستعرض اي فرقه او اي تخصص يجيبه لوحده لحاله، يعني لو عملنا كده اهو هيفصل جدول عن باقي الجداول. ولو دخلنا اي حصه من الحصص دي مثلا وكتبنا مثلا قران تمهيدي الغرفه الاولى حفظ مثلا، او قران او الغرفه الاولى مراجعه، لو دخلنا كده على التفاصيل هيجيب لنا التفاصيل الخاصه بعمليه الحصه دي هتكون فين وقد ايه وقتها وايه المحتوى الخاص بيها او ايه اللي هيتاخد بيها بالضبط يعني داخل الحصه دي. تمام. لو رجعنا كده تاني نرجع للجدول. تمام. بعد موضوع الجدول بيقول هنا الفعاليات القادمه، بيعلن هنا بيتم اي فعاليه قادمه حقوا بالدفوع بيتم الاعلان عنها هنا ببساطه. وايضا معرض الصور الخاص بالمدرسه، معرض الصور الخاص بالمدرسه، وكل صور من الصور دي نقدر نخش نشوف تفاصيلها ايه، نعرف تفاصيلها ايه وفي اي مكان كانت. يقدر يقول لنا والله تعتبر حالات والزيارات المدرسيه كذا كذا، قول تفاصيل الصور دي بالتحديد. ويقدر يخش على الصور اللي قبلها او اللي بعدها مع الوصف الخاص بيها. تمام. لو جينا على الرئيسيه صفحه رئيسيه تاني، ده معرض الصور زي ما قلنا. وبعد كده اخر اخبار الروضه، كل جديد وخاص باخبار الروضه بيتعرض هنا، والتواصل مع المدرسه او الروضه بشكل سريع من هنا. طبعا عندنا مكتبه الشروحات اللي بيتم تسجيل فيها، اللي بيتم فيها وضع ورشه الشروحات، الفيديو والصور، وحتى لو في ملفات باوربوينت وبي دي اف وغيره.